الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم. نعود إلى الجزء الخامس من الامتحان التجريبي الفصل الدراسي الأول، مادة الرياضيات العام الدراسي 2017-2018. إذن وصلنا للسؤال 19، مثل مجموعة الحل المتباينة واي أصغر تماما من جذر التربيع للإكس ناقص 2 زائد 1. إذن أصغر تماما معناتها خط البياني لدالة الجذر يجب أن يكون متقطع. إذا الخط البياني يجب أن يكون شو؟ متقطع. لنبدأ طبعا بالحل. طبعا عندما أبدأ بحل تمرين من هذا النوع، إذا لابد أنه أنتبه لنقطة. إذا بداية الرسم أين ستكون؟ شوفوا النقطة سالب 2، إذا عندي هنا هاي إزاحة شو؟ ما تحت الجذر يمثل الإزاحة الأفقية، فالإزاحة الأفقية عكس الإشارة، فبداية الرسم راح تكون عند النقطة 2 والإزاحة الرأسية هي تمثل 1، فاثنين 1. إذا بداية الرسم راح تكون عند الاثنين 1، وهي دالة الجذر ستكون بهذا الشكل ومتقطعة كما ترون. بقي لدينا أن نختبر نقطة ضمن مجال الدالة وتقع تحت خط البياني، ولنرى هل تحقق المتباينة أم لم تحقق المتباينة، عندئذ حتى أستطيع أن أظلل مجموعة إذا الحل. هاي الاستراتيجية التي سوف أعمل عليها. طبعا إذا من أين أتيت؟ ليش بدأت الرسم أو لماذا بدأنا الرسم عند هذه النقطة؟ لأنه عندي هاي إزاحة أفقية بمقدار 2 لليمين، إذا ذهبنا اليمين بمقدار 2، وإزاحة رأسية بمقدار 1، فالنقطة 2-1 هي بداية الرسم. فعلا من هنا تبدأ عملية رسم دالة الجذر. الآن لنأخذ نقطة ولنختار. لو أخذنا النقطة اللي هي 3-1 كما ترون، لنأخذ هذه النقطة 3-1 ونبدأ نعوض ونشوف المتباينة محققة. بدل هاي الواي وضعنا 1، إذا 3-2 + 1، 1 أصغر من جذر الواحد زائد 1، جذر الواحد هو 1، يعني الواحد أصغر من الاثنين، هذا محقق، فعلا المتباينة محقق. إذا أخذت هذه النقطة أنا 3-1، إذا محققا، فمعناتها تحت الخط البياني هذا المتقطع نظلل، فلذلك نستطيع أن نقول أنه هذه هي منطقة الحل، فعلا محققة ضمن هذا المجال. الآن ننتقل إلى السؤال 20. إذا علمت أن ساين ثيتا تساوي سالب 4/5، حيث أن الزاوية محصورة بين 270 درجة و 360 درجة، يعني بالربع الرابع، الزاوية واقعة بالربع الرابع، فأوجد القيمة الدقيقة لكوساين ثيتا. كوساين ثيتا طبعا ممكن نستخدم قانون فيثاغورس اللي هو كوساين تربيع ثيتا يساوي 1 ناقص ساين تربيع ثيتا، وعملية تعويض بسيطة جدا طبعا، وهي تساوي إلى كتبنا كوسين تربيع ثيتا تساوي 1 ناقص بين قوسين ناقص 4/5، والكل على الكوس تربيع بهذا الشكل مشان ما يصير اي اخطاء يا شباب، نكتب بهذه الطريقه بالاله الحاسبه، بيحسب الاله الحاسبه اذا ما حط اقواس بيطلع عنده في اخطاء. اكتبوا الان 1 ناقص 16 مربع ال 4 16/25، طبعا السالب مربع موجب، اذا الان الواحد ممكن اكتبها انا مشان احتال على توحيد المقامات، هي 25/5 ناقص 16/25 يساوي 9/25. الآن هاي كوساين تربيع ثيتا. الآن الخطوة التي تليها نأخذ جذر الطرفين تماما، عفوا، بهالشكل كوساين تربيع ثيتا يساوي زائد ناقص 3/5. الآن كيف بدي اختار أي إجابة صحيحة، الموجبة ولا السالبة؟ أنظر إلى الزاوية، الزاوية موجودة وين؟ بالربع، إذا الرابع، الربع الرابع لو نظرنا للدائرة المثلثية أو دائرة الوحدة نجد أن الكوساين موجب بالربع الأول وبالرابع، فلذلك لابد أني أخذ القيمة الموجبة. ليش؟ لأن الكوساين بالربع الرابع موجب، تمام؟ فكوساين ثيتا يساوي 3/5. نعم. الطلب الذي يليه ساين 2 ثيتا، هاي قانون يساوي إلى 2 ساين ثيتا مضروبة بكوساين ثيتا. عملية تعويض بسيطة جدا، الساين ثيتا معلوم لدينا نقص السؤال، كوساين ثيتا قمنا بحسابها هي 3/5، فاثنين مضروبة بسالب 4/5 بكوساين ثيتا حسبناها هي 3/5. عملية حسابات بسيطة تساوي إلى 4/24/5. نعم. الآن ننتقل للسؤال 21، أوجد بدون استخدام الآلة الحاسبة القيمة الدقيقة لكوساين 67.5 درجة. إذا لاحظ معي هاي من قوانين نصف الزاوية، 67.5 هي نصف الزاوية اللي هي 135، يعني 135/2 هي نفسها 67.5، فعملية الآن عملية تطبيق قانون
جذر التربيع إلى 1 زائد كوساين الزاوية اللي هي 135 على 2. الآن أنا وضعت الجواب مباشرة لـ 135، كوساين 135 هو سالب جذر 2 على 2، لكن لاحقا سأشرح للطالب كيف حصلت على هذا الجواب من خلال القوانين وليس استخدام الآلة الحاسبة. تماما، طبعا نضرب مقلوب الكسر الثاني إلى آخره، عملية تجميل بسيطة للجذر. طبعا ممكن الطالب يكتفي بهذه الإجابة. الآن كيف حصلت على كوساين ال 135 اللي حصلت؟ ال 135 ممكن أكتبها عبارة عن مجموع زاويتين اللي هي الزاوية الشهيرة 90 زائد الزاوية الشهيرة الأخرى 45، فبطبق عليها قانون كوساين كوساين. إذا 90 بكوساين ال 45 ناقص ساين ساين، يعني ساين ال 90 بساين ال 45. معلوم إنه كوساين ال 90 هو صفر، فهذا الحد كله انعدم، وساين ال 90 هي واحد، فصار عندي سالب جذر 2 على 2 هي ساين 45. فعلا انا وقت اللي عوضتها باعلى وعوضتها بهي القيمه، عرفنا كيف تم حسابها يا شباب، كل هذا بدون استخدام الاله الحاسبه. الان ننتقل للسؤال الذي يلي، بسط العباره التاليه. لاحظ معي عمليه تبسيط العباره التاليه، كوساين البيع 2 هي 90 يعني ناقص اكس مضروبه بسك السالب اكس. عمليه تطبيق قوانين، عمليه بسيطه اذا الطالب انتبه وكان حافظ القوانين، عمليه بسيطه جدا. كوساين كوساين، إذا كوساين البيع 2 هي 90 بكوساين الإكس، إذا والكوساين يخالف الإشارة زائد ساين ساين، ساين ال 90 اللي هي البيع 2 بساين شو؟ بساين الإكس مضروبة بخارج القوس طبعا بالسك. السك ممكن أكتبها عبارة عن 1 على كوساين السالب إكس. كوساين السالب إكس لنبدأ بفك الأقواس والنواتج، كوساين 90 صفر فانعدم هذا المقدار. هذا المقدار أنا حبيت أشرحها بالتفصيل الممل للطالب حتى الطالب يفهم من وين أجد. وساين البيع 2 هي عبارة عن 1 بساين إكس مضروبة بواحد على كوساين السالب إكس. لاحظ معي الآن أصبح هذا المقدار بقي لدينا ساين إكس، إذا ساين إكس مضروبة بواحد يعني ساين إكس على كوساين سالب إكس. لاحظ معي كوساين سالب إكس هو نفسه كوساين إكس، لأنه الزاوية لاحظ الكوساين موجب الربع الأول والرابع، حتى لو درنا بعكس الاتجاه فنفس القيمة، فساين على كوساين يعطينا التان وهو المطلوب. الآن ننتقل للسؤال 23. المطلوب مني بهذا السؤال أثبت صحة المتطابقة. ما بعرف إذا أنا في سؤال تركناه، لا 22 صحيح، إذا بس حبيت أتأكد. إذا السؤال 23، إثبات صحة المتطابقة كوتان تربيع واي زائد واحد يساوي كوتان واي على كوساين واي مضروبة بساين واي. طبعا الطالب أحيانا ما بيرتاح بالامتحان لتغيير الرمز، فلا بد أن الطالب يتعود على هذا الشيء. لاحظ معي الآن سنقوم بالعمل. إذا على الطرفين معا، سأبدأ بالعمل على الطرفين معا حتى نصل إلى علاقة مشتركة، لذلك سأفصل بينهما بخط. أحكتب العلاقة الأولى كوتان تربيع واي زائد واحد، هاي العلاقة الطرف الأول. الكوتان هو عبارة عن تربيع كوساين تربيع على ساين تربيع، بدلتها تمام، زائد شو؟ زائد واحد. طبعا الواحد ممكن أكتبها أنا أحتاج عليها، هي عبارة عن ساين تربيع مشان أوحد المقامات سلفا، يعني ساين تربيع على ساين تربيع واي، ساين تربيع واي على ساين تربيع واحد، واحد نحن بس عملية تبديل مشان تكون موحدة. الآن لاحظ معي صارت المقامات موحدة. لو جمعنا كتبناها مقام ساين تربيع واي زائد ساين تربيع واي يساوي واحد حسب علاقة فيثاغورس، فهذا يساوي إلى واحد على ساين تربيع واي، واحد على ساين تربيع واي، وهذا يساوي طبعا هي تساوي ممكن تساوي يعني ممكن نكتبها سي سيك تربيع، يعني هي العلاقة عبارة عن سي سيك تربيع. أوكي ما علينا. ننتقل الآن للعلاقة الثانية ونعمل فيها عمل. إذا نشوف الآن العلاقة الثانية أو الطرف الثاني لنرى هل نصل لنفس العلاقة. كوتان واي على كوساين واي بساين واي. إذا الآن نبدل الكوتان، كوتان هو عبارة عن كوساين إذا على ساين طبعا، و المقام الكبير هو كوساين واي بساين واي. الآن اللي ما له مقام مقام واحد نضرب مقلوب الكسر الثاني، كوساين واي على ساين واي اللي بالبسط كما هي
الآن نقلب الكسر الثاني، طبعاً بتصير كوساين واي ساين واي. نعم، إذا الآن نختصر الكوساين مع الكوساين بتروح، بيظل عندي واحد على ساين ضرب ساين، واحد على ساين تربيع. إذا نفس العلاقة، حصلنا على نفس العلاقة اللي هي سي سيك تربيع هنا بالطرفين، فبنكون بذلك شو؟ أثبتنا فعلا وصلنا لعلاقة مشتركة بين الطرف الأول والطرف الثاني، نقوم بإثبات صحة المتطابقة المعطى، وهي إحدى الاستراتيجيات اللي نستخدمها بإثبات صحة المتطابقة. ممكن أنا أشتغل بالطرفين معا عندما تكون الوضع يعني الطالب بيشوف إنه هنا لا يستطيع أن يصل من طرف إلى طرف، ممكن نستخدم هذه الاستراتيجية. السؤال الأخير اللي هو حل المعادلة كوساين ثيتا باثنين ساين ثيتا زائد واحد تساوي الصفر. شوف لو نظرنا للمعادلة، طبعا حيث أن الزاوية محصورة بين الصفر والاثنين يعني ضمن دورة واحدة، طبعا الطالب هنا اللي نظر للسؤال، شوف دوما ينظر للسؤال قبل أن يبدأ بالحل، واجد حط جذاء مقدارين يساوي الصفر، إما المقدار الأول يساوي الصفر أو المقدار الثاني يساوي الصفر. فالمقدار الأول هو كوساين ثيتا، كوساين ثيتا تساوي الصفر، متى كوساين يساوي الصفر؟ كوساين ثيتا عند الزاوية 90، إذن هذا ضمن المجال، ففي غير عن قيمة واحدة عند الزاوية 90. طبعا ممكن طالب بيقول لي كمان عند الزاوية 270 كمان، إذن عند 90 وعند 270. طبعا أنا ناسي ما أكتب 270 هنا، سقطت سهوا. الآن نأخذ القسم الثاني من المعادلة، إذا كونه جدا مقدارين إما الأول يساوي الصفر أو الثاني، فالاثنين ساين ثيتا زائد واحد يساوي الصفر، ننقل واحد على الجهة الثانية صار سالب واحد. الآن قسم الطرفين على اثنين، فساين ثيتا تساوي سالب نص. تمام، إذا الآن من الزاوية اللي هي ساينها سالب نص، طبعا الساين يكون سالب في الربع الثاني، وعفوا في الربع الثالث والرابع، الساين الربع الثالث والرابع. فأنا بغض النظر عن الإشارة، لو أخذت شفت ساين نص بغض النظر بيعطيك الزاوية ساين نص هي 30، لكن أنا 30 ربع أول، ولو أخذت الزاوية الثانية اللي هي مكملة لل 180 هي 150 كمان ربع ثاني، فالصاين موجب في هذه الربعين، فأنا بضطر باخذ الزوايا الموجودة في الربع الثالث والرابع حيث أن الصاين سالب، فأقول 180 زائد 30 210. تمام، 360 ناقص 30 بيعطيني 330، فلذلك حصلنا على الزوايا. إذا الآن الحلول المتباينة، عندي أربع حلول، أنا هنا كاتب صاين 90، طبعا كوساين 90 يساوي الصفر، عندي زاوية 90، وايضا لازم اضيف زاويه اخرى اللي هي 270 يا شباب. كمان كوساين ال 270 يساوي الصفر، اذا ضمن الفتره المعطاه. فانا اسف على هذا الخطا الغير متوقع، طبعا انه انا لابد اني اضيف كمان زاويه اخرى اللي هي 270، لانه كوساين ال 270 يساوي ايضا الصفر. اشكركم على حسن الاستماع، والى لقاء اخر في درس اخر، وأرجو الله لي ولكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله، وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا أن التدريب هو أساس النجاح.